هي الآن الساعة 7 صباحا بتوقيت الديوانية، حيث نتواجد في مهمة ميدانية في أهم معقل للباحثين عن فرصة عمل، وهو ما يعرف شعبيا بمصدر العمال، وهنا تتعدد القصص والمعاناة. تعود العمال هنا المجيء منذ ساعات الصباح الباكرة جدا، والجلوس لساعات طويلة علهم يجدوا عملا مهما كانت أجرته، يتمكنوا من تأمين احتياج أسرهم، حيث يتخذون من بقايا النفايات مواد أولية يشعلون بها النار لتدفئتهم، ومنهم من اتخذ زاوية دافئة أمام محل مغلق، وآخرون يتصيدون بنظراتهم المارة لعل هناك من يحتاج عاملا في مهمة معينة. تحدثنا معهم فوجدنا معاناتهم لا تنتهي بغياب مصدر دخل ثابت لديهم، إذ يصل الأمر أحيانا بأنهم لا يملكون ثمن شربهم للشاي صباحا، وفي كثير من الأحيان فإن أجرة الوصول لهذا المكان وسجائرهم تكون دينا بذممهم حتى تتوفر فرصة عمل لهم. يعني سأطلع بالشام الساعة 3 وأصل لهنا الساعة 5، زين كروتي أنا أجيب 2000 وأرجع بفيها 4000، هاي وحدة. زين العدة معارف والعدة صديق وعدة شغل، هذا يطلع وياه، واللي ما عدة الكاسي يبقى على حالته. زين هذا اللي ما عدة منين يجيب؟ هذا من طرح يبوك ثلاثة أربعة، هاي كلهم أخوان قلب على قلب، يعني الواحد لا طلع بيهم محسود، محسود يطلع للشغل. إيه ليش محسود حبيب؟ ماكو شغل. البيوت إيجار بالشهر 250,000، تجي هنا 20 يوم تظل قاعد، 20 يوم و15 يوم كل واحد بينا، وكلها خريجين، هاي اللي قدامك كلها خريجين. إحنا هنا ناس كلها فقرة. قديت الخمسة دينار وقلت بيها من هذا داينت. اي والله داينت. شلون ترجع هذا شغله؟ اي الله كريم، من يصير عدل ارجعها. شلون ترجع؟ انا دفع اذا شغل ماك شلون ترجع؟ من اشتغل احصل لي 5000 دينار طير واحد. هاي الناس كلها الموجوده حاليا هنا عندك، لا شبكه لا راتب لا مساعده، تعبانه، تجي هنا من الصبيح من 3:30 تبدا هنا العالم تجي للسبع على 8، واكثر الاحيان ماكو شغل، تجي توقف وترجع. بالدين خطيه ياخذوا، لا عندهم فلوس، يروحون ويجون كراوي تعب، يعني ماكو، يعني ماكو دوله تعبانه، يعني دوله ما لها كل، يعني كل قانون ما عندها. لا والله هم ثقه، يعني مرات يجيبون لهم ما عندك الا الله وياك، والله اساعده مرات، يعني يجون جماعه ما عندهم، مرات بدي يعني يجيبه يظل يومين ثلاثه. لحظة وثقناها وهو تجمهر الكثير منهم على أحدهم تقرب إليهم طالبا شخصا واحدا فقط للعمل، وهذا ما وصفوه بانعدام الفرص تماما، وإن وجدت فإن الصراع من أجل العمل يبقى للأقوى بإثبات وإقناع الزبون. قصة عوز واحتياج وفقدان حقيقي لمصدر دخل يومي يجعل من هذه الوجوه في مصدر العمال أمام تحد صعب، وهم يواجهون الفقر في أعلى درجاته. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.